بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب تكونوا بخير. هنتكلم مع بعض النهارده كده مراجعة سريعة على اول شابتر معانا في المنهج. الشابتر ده باختصار سريع هو بيعرفك ايه هو الباراسيتولوجي، وهو العلم اللي انت هتدرسه معانا. فده خلاص اوكي، احنا هنتكلم في جزئيه مهمه. احنا عندنا في الشابتر ده اتنين تيبل، جدولين. الجدول الاولاني بيتكلم على انواع البارازايت، والجدول التاني بيتكلم على انواع الهوست او العائد اللي بيحتاج اللي بيكون بيعيش بداخله البارازايت او طفيل العادي. عندي اول نوع في انواع البارازايت هو الابريجيتور بارازايت. ده بارازايت ما بيقدرش يعيش في هوست، او ما بيقدرش يعيش بدون هوست، زي البلازموديوم وزي الاكزيلياس. بعد كده عندي نوع تاني في كالاتيتيف، ده واحد بيقدر يعيش ان هو بمزاجه شويه، ممكن يقدر يعيش فريل حر بدون عائل يعيش داخله. والاحيان الاخرى في اللي هي الانفايرمنت او الانفايرمنتال كونديشن ما بتكونش مساعداه، البيئه المحيطه ما بتكونش مساعداه ان هو يعيش لوحده، فبيضطر ان هو يعيش داخل هوست. النوع الثالث معايا اكسيدنتال، وده من مسماه، هو بيحصل باي ميستيك عن طريق الخطا، وهو اصلا اورجانيزم بيقدر يعيش لوحده بس دخل جسم الانسان بالخطا. بعد كده تمبرري، ده تمبرري بارازايت، ده مين؟ الطفيل اللي بيبقى ايه، بيجي فترات، وده بيجي بيزور الهوست من فتره الى اخرى من اجل التغذيه. سبيسيفيك بارازايت، وده بارازايت ما بيصابش غير سبيشيز معينه من الهوست زي الانتروبيس والاكزاريس. اوكي، بعد كده عندي الكوبروزويك، وده فورن اورجانيزم او ستيج، هي اورجانيزم غريب او ستيج غريبه على الـ على الهيومن بارازايت، يعني على الانسان. ده ممكن بيحصل لها سولود، بيحصل لها بلع، وبتوصل للفيزز بدون ما تعمل عدوى او انفكشن داخل الهوست اللي دخلته. اكتوبارازايت واندوبارازايت دي مسميين او نوعين من انواع البارازايت بنطلقهم، سواء لو العدوى كانت خارجيه او البارازايت عايش خارج الهوست بنسميه اكتو، ولو عايش داخل الهوست بنسميه اندوبارازايت. بعد كده عندنا التيبل الثاني وهي انواع الهوست. عندنا اول حاجه ديفينيتيف هوست، وده العائل الاساسي، وده هو اللي بيعيش جواه البارازايت. بيعمل في حاجتين، لو حاجه من الاثنين دول حصلت جوه هوست بقدر اسمي الهوست ده ايه؟ عائل اساسي. ايه هي؟ الاولانيه السكشوال ريبرودكشن، التزاوج الجنسي، وتاني حاجه بتكون بتحصل جواه ان هو يكون الادلت ستيج، مرحله النضج التام او الادلت بتاعته بتكون جوه الهوست ده. يبقى دول مسميين لمين؟ دول الحاجتين او الشرط. وهنا الانترميديت هوست، ده بيكون الهوست اللي بيحصل فيه حاجتين. الحاجه الاولانيه السكشوال ريبرودكشن، التكاثر اللاجنسي، والحاجه الثانيه بيكون ان هو الاماتيور او اللارفال ستيج، ستيج ثانيه غير الادلت بتحصل فيه. اوكي، بعد كده عندي الريسرفاير، وده بيكون العائل اللي بيحصل فيه يوتلايزد وايد رينج من الانيمال، ده بيكون بيحتوي على عدد كبير جدا من الحيوانات بجانب الانسان غير الانسان، بيقدر يعيش فيها البارازايت، بيكون سورس او كونتينوس سورس للانفكشن لمين؟ الهيومن. باراتينيك ترانسبورت، ده بيكون عباره عن عائل فقط، بس هو بيوصل له البارازايت يعيش يدخل جواه بدون ما يحصل جواه اي ديفلوبمنت، الطفيل ده ما حصلوش اي تطور عشان ينتقل لعائل اخر، زي الفيش في السكند انترميديت هوست زي ما اتكلمنا في المحاضرات قبل كده. الامبليفاير، ده بيكون عائل بيحصل فيه مالتيبليكيشن، اسكشوال اسكشوال مالتيبليكيشن، ده سؤال في الامتحان مهم. فيكتور، ده الهوست اوف انيمال، ده بيكون عائل البارازايت بيعيش، سوري، ده بيكون هوست ناقل للعدوى من مكان لمكان.